قال رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان مصطفى الحمارنة للمملكة إن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بتجديد الحماية على بيانات المواطنين والأشخاص وتوضيح وظائف معينة في مشروع القانون، مبينا أن الحكومة التزمت بأن تكون الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون كفيلة بتوضيح كل المفاهيم والوظائف. وكان مجلس الأعيان قد أعاد مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لإجراء مزيد من الدراسة والحوار، وبرر الأعيان قرارهم بالحرص على التدقيق في الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للمجلس بما يجود القانون ويخرجه بصورة تواكب التطورات في مجال حماية البيانات الشخصية. هذا ويعقد مجلس الأعيان يوم غد جلسة يناقش فيها مشروع القانون تمهيدا لإقراره. اعتقدنا أنه لأسباب مختلفة شهدناها أمامنا بأنه مشروع القانون لم يناقش بشكل موسع تفصيلي يساعد في فهمه وإدخال التعديلات عليه، ولذلك لم نستمع للخبراء. فكان قرارنا احنا حتى بعد ان تم التصويت على مشروع القانون باللجنة ان يعاد الى اللجنة، وفعلا تم تأييد هذا من قبل الحكومة وزملائنا الأعيان تحت القبة. وبعد ذلك رأسا اشتبكنا نحن باللجنة اشتباكا ايجابيا مع الحكومة مع الوزراء المعنيين في جوهرها كلها تعديل وتوضيح وظائف معينة محددة في هذا المشروع القانون، تشديد حماية بيانات المواطنين وإخفاء الاسم، بالإضافة إلى بعض التعديلات في مواضيع التعاقدية وإدارة هذه البيانات وعدم التأثير على بيئة الريادة والأعمال في الأردن. وسيوضح كل ذلك أيضا بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون. التزمت الحكومة أمامنا بأن يتم توضيح وتأكيد الرؤية اللي بتجمعنا كلنا للخروج بهذا المشروع القانون نحو التنفيذ بالأنظمة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية. وللمزيد معنا من عمان عضو لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان الأستاذة مها البهو، أهلا بك. يعني أبرز التعديلات الجوهرية التي تمت إضافتها على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية. يسعد مساك. إحنا التعديلات هي تعديلات يمكن ما تكون من وجهة نظر القارئ تعديلات جوهرية كبيرة، لكن هذا المشروع القانون يختلف عن مشاريع القوانين أو القوانين الأخرى اللي مرت علينا، لأنه البعد اللي فيه يحتاج إلى بعد إداري وبعد تقني عشان نضمن أنه يحقق توازن بين المنافع والأهداف المرجوة منه وبين الكلف تطبيقه على كافة القطاعات الاقتصادية بالمملكة. فتناولنا بعض التعديلات اللي بتعزز من حوكمة تطبيق هذا القانون، وتعديلات كانت تجود بعض المصطلحات والمفاهيم وأدوار الجهات أو البنود. مثلا المراقب له دور، كان لنا تجويد على دور المراقب وتأكيد وتوضيح فصل المهام بين المسؤول وبين المعالج وتعزيز مفهوم هذه المواد بالنسبة للمتلقي واللي بده ينفذ أحكام هذا القانون. وكان في بعد على نطاق التطبيق، من هم الذين سيكونوا خاضعين إلى أحكام المواد، وأكدت الحكومة ونحن أو يعني أثبتناها إنه يجب التأكيد إنه القانون لن يطبق على الجميع سواسية، فإن قطاعات بالبلد بتتناول بيانات حساسة جدا وقطاعات لا تتناول ذلك الكم من البيانات الحساسة، ويجب التمييز بين الفوائد والكلف لتطبيق القانون. فنحن بنعرف ان الدولة الأردنية انهت المئوية الاولى من عمرها، ونحن الحمد لله لم تشهد المملكة باي قطاع لا سمح الله انتهاك لخصوصية وبيانات المواطنين، لا في القطاع الصحي ولا التعليمي ولا المصرفي ولا قطاع الاتصالات. لكن مع التوسع نحو الرقمنة
والتوجه نحو تطبيق اقتصاد رقمي أصبح لزاما على الحكومة إنها من هلأ تمهد القوانين والتشريعات التي تعزز من ثقة المواطن بأنه بياناته محمية وأنه تستخدم للغايات اللي أوجدت من أجلها. وبنفس الوقت عندنا وجود قانون مرن وواضح لحماية البيانات الشخصية سوف يصبح جاذب للاستثمارات. هناك الكثير من الاستثمارات الأجنبية قد لا تذهب إلى دول لا تحافظ بالحد الأدنى على حماية البيانات الشخصية. وزي ما تفضل زميلي سعادة دكتور مصطفى الحمارني يجب أيضا التأكيد على بيئة ريادة الأعمال. نحن ما بدنا بكرة كل ريادي أعمال أن يجد أمامه عائق في نصوص قانون لأنه تقني أكثر منه تشريعي. أكدت الحكومة هذا الكلام، فالتعديلات زي ما حكيت لك كانت توضيح أو فصل مهام. يعني أستاذة مها هي فصل مهام وأيضا إجراء بعض التعديلات وتعديل مصطلحات لربما، يعني هذا كان يعني محور النقاش الأهم. محور النقاش الأهم وتعزيز الحوكمة في نطاق عمل كافة الأطراف داخل هذا القانون. لكن هناك أيضا يعني لجنة من 4 أشخاص لربما تم تشكيلها أو سيتم تشكيلها مستقبلا على إثر إقرار يعني مشروع البيانات الشخصية في مجلس يعني حماية البيانات. الدور اليوم المناط بهذا المجلس، هذا المجلس سوف يكون برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وبشكله أعضاء منه كانت قبل بمعالي الوزير هو اللي بيختار. اليوم تم إناطة هذه المهمة إلى مجلس الوزراء لضمان حوكمة وليس لأنه ما في ثقة بأي جهة، لكن لضمان الحوكمة أعلى درجات الحوكمة الرشيدة، وهي أصلا من أهم مبادئ عمل كافة مؤسسات القطاع العام والخاص في الدولة الأردنية، تعزيز الحوكمة بأعلى المستويات. فأصبحت اليوم المجلس بيسمي أشخاصه مجلس الوزراء، وهذا المجلس يضع المتطلبات الرئيسية، النماذج، الإجراءات، متطلبات الحوكمة، وأيضا يعني التصاريح والتراخيص للجهات اللي قد تخضع بموجب أحكام هذا القانون. وأضافوا مادة إنه رح يكون في لاحقا لهذا الكلام أنظمة وتعليمات، لأنه نحن بنعرف اليوم في قطاعات كتير مهمة وهي أهم وذو ثقل أعلى للقطاعات بالاقتصاد الوطني مثل القطاع المصرفي والمالي، قطاع الاتصالات، القطاع النقل البري، قطاع الصحي، أصلا هما خاضعين لمظلة رقابة وتشريعات. فليس من المعقول إنه نفس هذه المؤسسة تخضع لتراخيص وتصاريح من أكثر من جهة. وبنفس الوقت هذه المؤسسات هي عندها الحد ضمن معايير دولية المواصفات والتدابير الأمنية لحماية البيانات، من تصنيف البيانات لترميزها لطرق حمايتها، مين لديه الصلاحية للإطلاع هذا الجزء من البيانات وشخص ثاني جزء آخر. أصلاً للامتثال لمتطلبات الهيئات الرقابية والتشريعية كان هناك كلفة كتير بالتطبيق، فمن غير المعقول أنه اليوم يصبحوا خاضعين لجهة أخرى ولتدابير أخرى، هذه بتصبح الكلفة على الدولة عالية جداً وحتى على المستثمر. تم التوافق على مهام المجلس إلى حد ما وعلى الجهات التي سيكون لديها كلف عالية للترخيص، مع الحفاظ على قدسية احترام وحماية البيانات الشخصية لكل من هو قائم على هذه الأرض، أرض العزة والكرامة. أستاذة مها، يعني هنا السؤال تحديدا، يعني أنتم من خلال صياغتكم أو قراءتكم لما جاء في مشروع يعني حماية البيانات الشخصية اليوم، هل هو بالفعل يحمي البيانات الشخصية؟ أكثر مما ممكن أطمح إنه حدا يحمي بياناتي. يعني اليوم مواد القانون تحمي حماية عالية جدا لكافة البيانات، البيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة، ولا يمكن لأي جهة أن تحيل لجهة أخرى معالجة بياناتي دون الحصول على موافقتي. فاليوم نصوص القوانين، بصراحة أنا اطلعت على قوانين تقريبا 66 دولة بالعالم،
وحسيت انه الارتقاء والنضوج بالقانون، مشروع القانون الاردني لا يقل عنهم مع خصوصية الدولة الأردنية، لأنه لم نتعود بالدولة الأردنية ننسخ قوانين دول أخرى، ولما نيجي بالتطبيق نلاقي عجز بالتطبيق، لكن أخذت خصوصية الدولة الأردنية. وبتتفاجأ أنه لما دعينا القطاع الخاص، لأنه هم أهم شركاء حتى سن القوانين، كان عندهم تخوفات، لما قعدنا معهم وبينا لهم التعديلات لقينا قبول ورضا واستحسان من القطاعات، ممثلي القطاعات الحيوية الاقتصادية اللي لهم علاقة مباشرة بمشروع القانون. أستاذة مها، يعني بسؤال أخير أيضا، الإجراءات العقابية لمن يستغل يعني البيانات الشخصية بشكل عام؟ هلأ الإجراءات العقابية صارمة جدا، أنا بصراحة اطلعت عليها، لكن ما كان همي أطلع على الإجراءات العقابية، لأنه من يهتم أصلاً بالالتزام بالقوانين واحترامها واحترام خصوصية الناس لا يقلق من البنود العقابية. البنود العقابية رادعة، بس بالأصل يجب أن يكون الرادع أخلاقي. أنا بشتغل بمؤسسة خاضعة للبنك المركزي، عندنا أعلى درجات احترام بيانات وخصوصية العملاء، وبالأصل لا يخطر على بالنا بأي شكل من أشكال إمكانية انتهاك الخصوصية. فبالأصل لو كانت العقوبة 1000 ولكانت مليون لم تستوقفني، لأنه الأصل نحن ناس نؤدي واجبنا بالقطاعات الاقتصادية بمسؤولية وأخلاقيات عالية. اللي بيشتغل بمسؤولية وأخلاقيات عالية ما بيخاف من العقوبات. نعم. شكرا. إذا كنت معنا عضو لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان الأستاذة مها البهو، شكرا جزيلا لك. في عالم متطور ومتسارع تقنيا وتكنولوجيا، أصبحت البيانات والمعلومات سلعة غالية الثمن. معلومات تتعلق بشخص طبيعي من شأنها التعريف به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مهما كان مصدرها أو شكلها، بما في ذلك البيانات المتعلقة بشخصه أو وضعه أو أماكن تواجده. مشروع قانون حماية البيانات الشخصية يعنى بتنظيم البيئة الرقمية ويحافظ على حقوق الأردنيين والمقيمين وخصوصيتهم عبر إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم والسماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، بصورة تواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات ومستقبل المعلومات وحقوق الاستخدام. مشروع القانون يشمل أي بيانات أو معلومات تتعلق بشخص طبيعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على أصله أو عرقه أو تدل على آرائه أو انتماءاته السياسية أو معتقداته الدينية، أو أي بيانات تتعلق بوضعه المالي أو بحالته الصحية أو الجسدية أو العقلية أو الجينية أو بصمته الحيوية أو بسجل السوابق الجنائية، إضافة إلى قواعد البيانات والملفات والسجلات الإلكترونية أو غير الإلكترونية التي تشمل البيانات العامة. يعالج المشروع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمواطن والمقيم عبر ممارسات وضمانات تكفل التحكم في البيانات وتمنع الاعتداء عليها، علاوة على معالجة تصنيف الأردن الدولي، وكذلك تشجيع الاستثمارات الممكنة والمحتملة التي تعمل في قطاع الريادة والاتصالات في المملكة. أكثر من 137 دولة حول العالم من بينها أوروبا شرعت قوانين حماية البيانات، إذ تستمد اللائحة قوتها من الاتحاد الأوروبي على الصعيد العالمي، وهو ما جعل تأثيرها يأخذ طابعا دوليا مع دخول قانون الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق، إذ طال 19 منصة من بينها شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية وشركات بيع التجزئة عبر الإنترنت، حيث تضمن نصوصا تشريعية تجبر الشركات على مراقبة محتواها وحماية المستخدمين من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، كما يطلب مزيدا من الشفافية في خدماتها والخوارزميات وأخضاعهم لتدقيق حسابي سنوي وفرض غرامة على المنتهكين تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية.
مشروع القانون في الأردن يحمل أهمية أمنية تعنى بتنظيم البيئة الرقمية ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة عبر إطار قانوني، ويوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية والسماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، وهو الآن لا يزال قيد البحث في مجلس الأعيان بانتظار خروجه بصورته النهائية. ومعنا من عمان خبير أمن المعلومات الأستاذ رائد سمور. أهلا بك أستاذ رائد. أستاذ رائد، يعني بالحديث العالمي عن حماية البيانات الشخصية وأيضا عما يدور الآن في المملكة الأردنية الهاشمية على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل عام ومن خلال هذه التطبيقات، هل نحن قادرين بالفعل على حماية البيانات الشخصية؟ مساء الخير. بداية، نعم الدولة قادرة. أي دولة في الدنيا قادرة على حماية بياناتها الشخصية، وهذه بادرة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومن المؤسسات التشريعية فيها. أنا أقول إنه هذه البادرة بادرة مهمة جدا، وهذه خطوة رائدة حتى على مستوى إقليم الشرق الأوسط. إحنا أول ناس مبادرين في إقرار مثل هذا القانون، قانون حماية البيانات. هذا قانون مهم جدا، كان المفروض حتى من سنوات يقرر هذا القانون، هذا من 2021 ينظر فيه، كان المفروض من قبل سنوات حتى، وبأي صيغة كانت مهما كانت الصيغة لهذا القانون فأنا معها على الإطلاق، لأنه هذا يمثل سيادة الدولة على معلومات مواطنيها. لا يجوز تسليع يعني معلومات وبيانات المواطنين داخل الدولة، لا يجوز أن نتعامل معها على أنها سلعة ونتعامل معها على في بيع وشراء. لا، لابد من أن يكون في هناك سيادة تامة على البيانات الشخصية للمواطنين في كل الحالات، في الحالة الرقمية في البداية، وإحنا نعيش في حالة تحول رقمي على مستوى كبير جدا. نعم. وبالتالي البيانات الشخصية مهمة جدا، وحمايتها أيضا مهم جدا، وعدم التعامل معها على أنها سلعة. أصبحنا يعني نواجه في السوق، حتى على مستوى السوق أصبحنا نواجه، يعني بتروح عند الصراف بيعمل معك تحقيق، بتروح على انا رحت اعمل فحص طبي في مختبر، عملوا معي تحقيق، قلت لها يا بنيتي انا جاي اعمل فحص دم، جاي اتجوز. فعمليا القصه زادت عن حدها بشكل كبير جدا. الاستعلام مثلا عن الاحكام القضائيه زاد عن حده، اي حد من الممكن بيشترك في تطبيق معين بيطلع كل اسرار، هذه اسرار شخصيه واسرار لا يجوز الاطلاع عليها الا بامر قضائي او بامر يعني خلينا نسميه له رابط، ان كان اقتصادي وان كان امني. جيد. وان كان على مستوى دولي. استاذ رائد، اليوم يعني اذا ما تحدثنا، نعم، اصبحت فوضى، هو موضوع جدا مهم، لكن يعني اذا ما تحدثنا عن اجراءات لربما قد تتخذ ضد شركات عالميه او منصات تواصل اجتماعي ايضا عالميه قامت يعني بمعالجه بعض البيانات الشخصيه لبعض الافراد. الآن يعني إحنا على مستوى الأردن إحنا نستطيع أن نضع القانون، لكن أنا كنت أتمنى مثلا أن يكون هذا القانون أو ينقل هذا القانون إلى بقية الدول العربية كجامعة الدول العربية، وبالتالي يتم تبني هذا الموضوع ككتلة عربية باتجاه منصات التواصل الاجتماعي، حتى يكون العقوبة مؤثرة وتكون عملية مثلا حجب التطبيق مؤثرة على التطبيق بشكل كبير، العقوبة وإنزال العقوبة عليه، إن كان عقوبة مالية، عقوبة غرامات مالية أيضا تكون مؤثرة على هذه التطبيقات، وبالتالي ترضخ للقوانين المرعية في تلك في بلادنا. فعمليا نحن نستطيع، لكن إحنا على مستوى خلينا نسميه الأردن، إحنا يعني خلينا نكون يعني متفائلين، إحنا علقنا الجرس وإحنا أضعنا الشمعة في 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 هذا الظلام. الحقيقة احنا نعيش في ظلام رغم اننا نعيش في الحالة الرقمية، لكن مسألة البيانات الشخصية والتعامل معها من قبل المنصات الخارجية، منصات التواصل الاجتماعي، احنا يعني بكل صراحة هي مجرد سلعة تباع وتشترى. حتى المواطن الامريكي، شوف، الذي يعني تحميه كل القوانين الامريكية، في كامبريدج أناليتيكا كان ضحية ليكون سلعة تباع وتشترى، وبالتالي يتم التأثير عليه سياسيا وتغيير أنماط في الفكر الناس من حيث التصويت.
فعمليا لا، هذا بخطورة بمكان، لابد من التعامل مع هذه الحالة بمنتهى الحساسية، لأنه إلها ارتباط أمني، إلها ارتباط اقتصادي، إلها ارتباط قضائي. فعمليا هذا لا يجوز أن يبقى على بهذه الحالة وهذا الانفلات. لا، لابد من التقييد، والله وأنا مع كل أنواع التقييد في هذا القانون، ولا حتى يعني أنا قرأت المشروع، لكن يعني الموضوع لا يحتمل المماطلة، ولا يحتمل خلينا نسميها بكل صراحة يوم زيادة. علينا أن نتخذ إجراء سريع في هذا الأمر وإقرار القانون بأسرع وقت ممكن، لأنه هذا يشكل درع حماية لمواطني المملكة الأردنية الهاشمية والمقيمين فيها أيضا. شكرا، إذا كنت معنا عبر سكايب من عمان خبير أمن المعلومات الأستاذ رائد سمور، شكرا جزيلا لك.